الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. هذا الحديث كما ذكر العلماء هو قاعدة في هذا الدين، على أن الإنسان لابد له أن يبحث عن الكسب الحلال، فإن في الكسب الحلال أمر عظيم، وألا وهو أن العبد إذا أخذ من الحلال فإنه يستجاب له الدعاء، وأنه إن تصدق قبلت صدقته، فإن كثيرا من العبادات تتوقف على هذه القضية، قضية الحلال والحرام. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني الإنسان إذا كان عنده مال خبيث وأراد أن يتصدق به فلا يقبل هذه الصدقات، لا تقبل. وأن العبد قد يكون مظهره في سفره إلى حج أو إلى جهاد أو إلى طلب علم، ولكنه في مطعمه يأكل الحرام، وفي مشربه يأكل الحرام، ويغذى بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب لهذا الإنسان الذي تكون لقمة عيشه من الحرام. فيجب على الإنسان دائما وأبدا أن يبحث عن الحلال حتى تكون عبادته صالحة ويقبل عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.